بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا دعاؤنا ورجاؤنا وتضرعنا إلى ربنا في حق أخينا سيدي محمد ودرا رحمه الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمه. سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ربنا ما أحلمك، لا إله غيرك ولا رب سواك. تطاع ربنا فتشكر، وتعصى فتغفر، وتكشف الضر وتجيب المضطر، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أدخل عليه في قبره الضياء والنور والفسحة والسرور، حتى يكون في باطن الأرض مطمئنا، وفي مرتع الدود آمنا، وإلى أعلى جناتك سابقا. اللهم أدخله في رحمتك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم أدخله في رحمتك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعله من أهل الجنة يا ذا العطاء والمنة، يا بر يا رحيم، قه عذاب السموم. اللهم اجعل ما أصابه رفعا لدرجته عندك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم تقبله في الشهداء، اللهم تقبله في الشهداء. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأفسح له فيه مد بصره، وأره منزله من الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم إنه خرج من بين أهله وأحبابه ونزل عليك، وأنت خير منزول عليه وأبر مسؤول ما لديه. اللهم إنا نسألك أن تكرم ضيافته وتحسن الضياء وتحسن وفادته. اللهم اجعل قراه منك الجنة، اللهم اجعل قراه منك الجنة. اللهم إنا نستودعه عندك يا من يحفظ الودائع، يا ربنا يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا، ارحمه رحمة واسعة، ارحمه رحمة واسعة. اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان، اللهم اربط على قلوبهم وارزقهم الصبر الجميل، إنك أنت الكريم الكفيل الوكيل. اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، فإننا نسألك ونحن في شهر الرحمات أن ترحمه وتعفو عنه وتغفر له وترفع درجته في المهديين وتجعله مع عبادك الصالحين. اللهم أدخله في زمرة النبي الأمين، اللهم اجعله من أحبابه ورفقائه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد،
وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.